مساك سعيد عزيزي المشاهد واهلا وسهلا بك في حلقه جديده من برنامجنا من نحن في هذا الاسبوع مرت ايضا احداث جسام وكبيره ومفصليه لا ما مر يوم في العراق وليس فيه كارثه او فيه حدث مهم قد يؤثر في مستقبل العراق يبدو اننا نعيش الايام التي ستحدد المستقبل او ستلغي الماضي او ستدمر الاثنين وهذا ما نخشاه اخوان الان الدوله العراقيه ان طبعا انصح ان صح نسميها دوله الان لا يوجد دوله في العراق اخوان يعني انا لست متطرفا ولست متهكما يعني حقيقه لا يوجد شيء اسمه دوله نحن الآن لدينا تخبط أشخاص يتخبطون ليست لهم علاقة بما يسمى بالستيت والدولة والمؤسسات وغيرها هنالك قرارات تظهر بطريقة مضحكة سادة الأفاضل في كل دول العالم لا يوجد شيء اسمه رئيس جمهورية يفهم في كل شيء كل رؤساء الدول العالم ناس تلقى محامي، تلقى مدرس، تلقى صحفي، تلقى اي شيء نجح في في تكوين الحزبي واصبح رئيس دوله عندما يفوز بالانتخابات كل القضايا الاخرى تقوم بها مؤسسات الخطاب يكتبه كاتب الخطاب مؤسسه خاصه بتلك الدوله تكتب الخطاب النشاطات الثقافيه والاعلاميه والاقتصاديه كلها يحددها اناس معينون هنالك ناس يفهمون في علم النفس هنالك مستشارين في الاقتصاد هنالك مستشارون في في كل شيء في السياسه في كل شيء وهنالك مستشار في التاريخ و كيف يطلع رئيس رئيس دوله عراقيه ويقول بانه من ايام الصحابه في محمد جلجامش يعني لا يعرف جلجامش يعني طبعا الصفاقه والطباله اخذوا قالوا لا هو يقصد يعني العراق التاريخ هو من ايام المسلمين وبعدين اكو محمد جلجامش حسب السياق التاريخي ايام الصحابه في ملحمه جلجام شنو القضيه على حال كاتب الخطاب ايضا تراه خطابات ليس فيها ذلك التناسق وليس في تلك الاستراتيجيه باختصار نحن دوله فيسبوك يعني قبل اسبوع عملنا مؤتمر حول الورقه السوداء او الورقه البيضاء كما يسمونها وهي سوداء حقيقة بي. حضر بعض منهم قال أنا مستشار رئيس الوزراء وحضروا بها اقتصاديين وأنا كنت حوالي إحنا 15-16 واحد ناقش الورقة البيضاء طبعا لما شفنا الورقة البيضاء الكل اتفقوا أنه هذه عدها واحد لا تعدو ثقافة خريج ابتدائية سوي فلان شو فلان شو لا يوجد اي شيء يعني. لا يوجد استراتيجية لا يوجد حل لا يوجد اي شيء كانوا حاضرين طبعا مستشاري السيد رئيس الوزراء مستشار السيد رئيس الوزراء ليست له العلاقة اني جيت من امريكا واني كان راتبي 20 الف دولار وافتن 20 الف دولار وجيت من العراق على مود اخذ راتب مليون ونص احد الحضور قال وانا سيارتي بسيطه قال احد الحضور قال بس سيارتك مصفحه ذاك اليوم طلعت بالفيسبوك قال ها هذه هيك انا مستاجرها واني غني جدا انا زوجتي عندها سياره 21 بامريكا من فلوسها الخاصه واحنا مناضلين فسال احد الاشخاص قال له ما هو اختصاصك سيد الفاضل؟ قال انا ناشط في الفيسبوك يا باختصاصك اختصاصك شنو انت يعني التالنت مالتك يعني النولج مالتك شنو؟ الثيسس مالتك، الديجري مالتك، الشهاده والهذا، انا ناشط بالفيسبوك. ناشطي الفيسبوك هم مستشاري الدوله مع رئيس وزراء رجل ليس لديه تحصيل علمي كبير جدا يعني، ورجل يعني معروف امكانياته الثقافيه، هؤلاء هم الذين ناشطي الفيسبوك هم الاقتصاديين وهم <سؤال> وهذا قال هذا الناشط بالفيسبوك قال انا عدلت في الورقه البيضاء. اذا أه 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 اذا اذا لا يوجد مستشارين حقيقيين يعني, يعني ناشطين في الفيسبوك وغيرها وهؤلاء الناشطون كانوا أه قبل مجيء رئيس الوزراء كانوا أه يعملون في تاجيج الشارع و واذا بهم يصبحون الان مستشارين يعني ويهفت الشارع ويصدر قرار بفتح الطرق ثم يقوم اصحاب الخيم بكنس الطرق والسلام عليكم وقد تحققت الآمال الجسام العظام فمرحى افرحوا أيها الشعب العراقي لقد تحققت أهل آمالكم وأحلامكم أيها الشهداء لقد جاءتكم البشرى لقد سعدا لكم وأنتم في عليين لقد تحقق كل شيء وها نحن نغادر هذه المرحلة التي جللناها بدمائكم الزكية وبالتالي لينعم الشعبكم العظيم بكل ويرفل بالعز وبالإنجازات العظيمة هذا ما يكتبه الفيس كيف استطاع الفيس أن يؤجج الشارع وكيف استطاع أن يأفل الشارع به هذه أسئلة لا أريد أن أجيب عليها ولا أريد أن أعلق عنها أعتقد حتى الطفل في الشارع الآن يعلق على هذه الأشياء إذن أخوان أي رئيس دولة بالعالم لا يمكن اطلاقا ان يكون اقتصادي وسياسي وعسكري واعلامي اطلاقا يكون انسان ذو عقليه متفتحه عقليه واعيه ويقوم المستشارون بعمله لا يوجد دوله بدون مستشارين دوله عمرها سبعة آلاف سنه يكون المستشارين هم ناشطون في الفيسبوك ايها الاخوه هذه طامه كبرى وهذه كارثه كبرى نعود الى الاهم وهو ما صدر في الأسبوع الماضي قضية الاتفاق الاقتصادي العراقي الأردني المصري أولا الاجتماع الذي عقد طبعا رئيس الحكومة في مصر هو سيد السيسي هناك نظام رئاسي رئيس الوزراء يسمى وزير أول لا يوجد شيء اسمه بالعالم هذا بس احنا عندنا بالبلاد العربية اكو خبط اعلامي لا يوجد شيء اسمه رئيس جمهورية يترأس الحكومة وشخص ما رئيس وزراء ما لا يوجد هكذا شيء يسمى الوزير الأول أو رئيس جمهورية ونائب رئيس الوزراء لأنه رئيس جمهورية هو رئيس الوزراء فالسيسي رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء رئيس الوزراء يعني يعني رئيس الوزراء في مصر الآن لا يستطيع أن يقرر في الحكومة إلا بعد قرار السيسي رئيس الوزراء في مصر هو ينسق قرارات السيسي الذي يجتمع بمجلس الوزراء مو مو رئيس الوزراء الذي يجتمع بمجلس الوزراء هو السيسي رئيس الجمهوريه فاذا رئيس الحكومه هو رئيس الجمهوريه فشنو رئيس حكومه ورئيس وزراء هذا يسمى وزير اول اخوان ولذلك بعض الناس تحترم نفسها يقول لك رئيس الجمهوريه ورئيس حكومه ولكن اكو منصب اسمه نائب رئيس الوزراء لان رئيس الوزراء هو نفس رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه يعني فاللي حاضرين المؤتمر اولا ليس رئيس الحكومه المصري ولا رئيس الحكومه الأردن يعني هذا بروتوكوليا غير صحيح من جانب الاردن نفس الشيء رئيس الحكومه هو الملك عبد الله اللي قرر هو الملك عبدالله الذي يجتمع بمجلس الوزراء هو الملك عبد الله يعني مو رئيس الوزراء هذا منصب آآ آآ وزير اول او كما قلنا لكم كان يعني يجب ان يصير اسمه نائب رئيس الوزراء لان رئيس الوزراء هو نفس الملك وكما في مصر رئيس الوزراء هو السيسي فاذا اذا الاجتماع حصل بين بروتوكوليا لا يمكن لانه السيد الكاظم هو رئيس مجلس الوزراء العراقي هو الذي يقرر هو الذي يجتمع بمجلس الوزراء نحن نظامنا في العراق نظام رئيس وزراء برايم <سؤال> مينستر يعني مو بريزيدنت يعني تلاحظ في امريكا النظام رئاسي بريزيدنت ماكوش شيء اسمه بامريكا اسمه رئيس وزراء امريكا لان رئيس الوزراء هو منو ترامب رئيس الجمهوريه هو رئيس الحكومه هو رئيس وزراء ماكو رئيس وزراء بامريكا لان رئيس الحكومه هو منو رئيس الجمهوريه اكو وزراء وزير الخزانة وزير الخارجية وزير الدفاع وهكذا يعني لا يوجد شيء اسمه رئيس وزراء في أمريكا يعني أكو نظام آخر نظام الملكي اللي هو أيضا نحن العرب اختلفنا به نظام الملكي في إنجلترا مثلا مصون غير مسؤول يعني الملكة إليزابيث في إنجلترا ليست رئيسة الحكومة ولا لها علاقة ولا تجتمع مجلس الوزراء ولا تعرف شيء قررون بعض الاحيان مجلس الوزراء هو اللي قرر راتب الملكه، هو اللي صدر القرارات ولا يحق للملكه ان تعترض، حالها حال باستثناء بعض القرارات التي تعرض على الملكه. نظام رئيس وزراء في 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 في, في انجلترا يعني وهكذا. فاولا الاجتماع الذي حصل بروتوكوليا لا يصل لرئيس الحكومه العراقيه موجود السيد الكاظمي ولا يوجد رئيس الحكومه الاردن ولا يوجد رئيس الحكومه هذا يعني مقرر السياسه ومقرر الدوله في الاردن هو الملك عبد الله ومقرر السياسه ومقرر الدوله في مصر هو السيد السيسي فاذا اه اجتماع اه بروتوكوليا اه لا يصح يعني هسه لو اجى مثلا نائب لو جاء الى ايه العراق مثلا رئيس الوزراء المصري من الخطا ان يستقبل السيد الكاظمي لانه هذا مو رئيس حكومه الكاظمي رئيس حكومه هذا يستقبل نائب رئيس الوزراء او وزير خارجيه او وزير نائب رئيس الوزراء احدنا لدينا منصب نائب رئيس الوزراء لانه يعني هو اساسا نائب رئيس الوزراء لانه يعني الحكومه بيد السيسي وفي الاردن بيد الملك عبد الله. بروتوكوليا ليست تليق بالعراق. يعني قد يقول قائل هسه احنا وقت بروتوكولات احنا هسه العالم جاء اوكي جميل انا حتى لم اعول على هاي المساله هاي باي ذا واي يعني يعني بالطريقه القرارات اللي صدرت اخوان هو اساسا نحن الحكومه الحاليه هي حكومه تصريف اعمال وحكومه تحقيق انتخابات مبكره شغلتها انها الان كانت لدينا انتخابات صار انتخابات وبطريقه أو اختار المنتخبون باراده او باخرى اختار المنتخبون السيد عبد المهدي وبعدين اسقط السيد عبد المهدي بمظاهرات تشرين المباركة فالان اللي اجى شخص تكمله فتره ولديه مسؤوليه واحده هو طبعا حمل نفسه القضاء على الفساد وكذا وتعظيم موارد الدوله وغيرها هاي اضافات هو غير قادر على حققها بست اشهر هاي بتحتاج سنوات هو شغلته ان يحقق الانتخابات المبكره بوقت معين محدد وثم يرعى الانتخابات لان يجب ان تكون هناك حكومه مستقره حتى ترعى الانتخابات. اذا اذا ايضا حتى هذا الاتفاق ليست من صلاحيات السيد رئيس لانه لا جاءت حكومه جديده من حقها لا تعترف بهذا لان الحكومه الجديده راح تيجي بعد انتخابات اربع سنوات تبقى وبالتالي ممكن تكون مسؤوله عن تنفيذ برنامج معين يعني بعد ست شهور سنة انتخابات اعتقد غير قادر ان ينفذ لذلك تلاحظ في هذا الاتفاق فيه شروط تثبيتية يعني يجب على الحكومات القادمة أن تنفذ وأنتم تعرفون بالعراق الآن العراق ما يوقع شيء إطلاقا في صالح العراق للأسف أكو جني أسا تقول لي جني تقول لي أجندات تقول لي دول الجوار تقول لي أمريكا تقول لي كذا تقول لي كذا الإرادة العراقية معطلة وبالتالي أي اتفاق الآن مع أي دولة العراق ليس لديه مصلحة كبرى يعني المصلحه الكبرى ستكون للطرف الاخر. ناتي الى هذه الاتفاقيه. هذه الاتفاقيه طبعا آآ آآ يعني غريبه غريبه جدا، اولا تستند على اساس آآ آآ وجود انبوب للنفط مع الارض، طبعا هذا الانبوب النفط اخوان هذا كان مخطط من زمن عبد المهدي سيد عبد المهدي واعطي المشروع لشخص من اقارب السيد البارزالي ايضا كردستان واتفقوا هو الكونتراكتور هو المين كونتراكتور واعطاها لشركه معينه ولكن طبعا كورونا وانخفاض النفط اوقف العمل الان سيباشر فيه ربط العراق ربط النفط الرمالة بالعقبه. اخوان هذا طبعا جوهر الموضوع والجوهر الثاني أنه إيصال النفط العراقي إلى مصر إيصال النفط العراقي الخام إلى مصر بسعر مدعوم اثنين ثلاثة سنفصلها طبعا هاي واحدة واحدة ثالثا هو الربط الكهربائي ما بين العراق والأردن وهذه الدول طبعا السيد الكاظمي عندما جاء اول شيء قام به هو الغى اتفاقيه الصين والغى اتفاقيه سيمنز الالمانيه للكهرباء اللي على اساس كان مقرر في تموز القادم احنا نستلم كذا ميجا وات تكفي العراق يعني. الان الغي الاتفاق و استعيض عنا بالاتفاق ذهب السيد الكاظم أمريكا بالاتفاق مع شركه جنرال الكيتريك الامريكيه ليس لانتاج الكهرباء وهي قادره على انتاج الكهرباء بل لربط الكهرباء الاردنيه بالعراق حتى يصدر الاردن ومصر الكهرباء العراق طبعا ليش كتعويض عن الكهرباء الذي كان يؤخذ من ايران طبعا السعر هنا مضاعف على فكره يعني الثمن هو حوالي 270 مليون دولار ينجز هذا المشروع وعلى اساسنا البنك الدولي يغذي ما قيمته حوالي 90% من من المشروع و شركه جنرال الكتريك والعراق يتحمل طبعا هذا الموضوع يعني زين ليش تلغى اتفاقية سيمنز الألمانية لإنتاج النفط وتشغيل محطات جديدة وتشغل لنا آلاف الناس وتنتج نفط عراقي رخيص كهرباء رخيصة من نفطنا ومحطاتنا ومبلغ جدا يسير نفس المبلغ هذا راح ندفعه للأردن فقط كهرباء مع السنة أخوان مع السنة لماذا؟ زين يعني وين الإصلاح؟ وين تعظيم واردات الدوله؟ يعني هذه هذه حقيقة قضية تحتاج إلى 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 تفكير معمق يعني ماذا يحصل يعني؟ ليش تلغى اتفاقية انتاجية مع دولة معروفة برصانتها ومع شركة معروفة بنجاحها الباهر في تحقيق مشاريع سريعة جدا في الشرق الأوسط وخصوصا في مصر في سنتين في سنتين مصر استطاعت ان تغذي وتبني طاقه كهربائيه تعادل طاقه العراق وعلى هذا الضوء على هذا الاساس جيء بشركه سيمنز اذا لماذا يعني ان 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 تتوقف توقف الانتاج لماذا هنالك عداء لكل شيء انتاج بالعراق اكمل الحديث بعد هذا الفاصل <applause> قلنا قبل الفاصل لماذا الاصرار على عدم انتاج اي شيء في العراق؟ يعني الكهرباء الان اصبحت عصب الحياه، نسغ الحياه، النسغ الذي يغذي الحضاره الان هو الكهرباء. الان لا يوجد دوله بالعالم ليس لديها طاقه لانتاج اصبحت الكهرباء مثل الاكتفاء الغذائي يعني يجب أن تكتفي غذائيا وتكتفي كهربائيا لأنه إذا ما تكتفي غذائيا ستموت جوع وإذا ما تكتفي كهربائيا ستنتهي الحضارة ترتكز على الكهرباء لماذا علينا ألا ننتج شيئا ونستورد أخوان ببساطة يعني يعني أنا يعتبروني مارق اعتبروني مجرم اعتبروني عميل عميل للمريخ وللقمر والأمريكا والإيران وتركيا والسعودية والكل والإسرائيل والداعش اعتبروني عميل أوكي أه لماذا تلغى مشاريع إنتاجية أخوان وشبابنا عاطلين ونفكر بمشاريع أه 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 استهلاكية تعطى أموالنا الخارج ونبقى نحن كالبقرة الحلو سؤال بسيط يعني يعني حتى دار الصحفيين اللي يروحون يقابلون السيد ما ماكو واحد يساله يعني, يعني يعني يعني, ما ادري هم يختارون يعني اللي هم يعرفوهم هم صحفيين موجودين هم صحفيين ناشطين فيسبوك جابوا لهم ناشطين فيسبوك ما حد يساله سؤال يعني لماذا ليش وقفتوا شركه سيمنز وليش ربطتوا العراق بالاردن يعني شو الجديد؟ إذا هذه جزء من اتفاقية، الاتفاقية اتفاقي يجب أن تنفذ ينفذ الربط الكهربائي مع الأردن ومصر. القضية الثانية قضية أنبوب النفط، الإخوان مصر تصوروا الجميل العراق بدل ما ينتج مواد يعني بدل ما يكرر النفط العراق يصدر نفط لكي يكرر يعني الان احنا نحتاج في كل محافظه معمل لتكرير النفط مثل بيجي ومثل الدوره وغيرها اولا انت تصدر منتجات بتروليه تختلف عن تصدير النفط يصل بعض الاحيان الى سته او سبعه اضعاف يعني النفط العراقي اذا كل انت تصدره بنزين ودهن ومدري شنو انت ما يدخل لك 100 مليار يقول لك 400 500 600 مليار اخوان يعني يعني اولا مصانع رهيبه وعظيمه وتشغل الاف عشرات مئات الالوف وتسطر وهذه ما لها شغله بسعر النفط يعني هذه أه هاي ما لها شغله بهذا هذه استهلاكيه لازم الناس تاخذها يعني الناس تبطل تاخذ تشحيم تبطل تاخذ مثلا غاز اويل تبطل تاخذ مواد هذه نستخدمها بالطب الفازولين وما ادري شنو وشغلات هذا كلها تبطل البلاستيك الاطارات الناس تبطل اطارات حتى لو صارت كل شيء على الكهرباء السيارات الناس ما تسوي يعني سيارات من إطارات اطارات منين هذا الرابر هذا الرابر من النفط يعني فانت تسوي معامل تكرير رابر منا وغازويل منا وكذا منا وكذا منا وكذا منا وبالتالي انت تصدر تغطي ليش احنا الان نستورد بنزين نستورد أشياء كثيرة ومعامل تكرير ترى بسيطة يعني كل محافظة الآن تقدر تسوي معامل تكرير النفط يغطيها ويشغل أبنائها وارد وارد للمحافظة لماذا أخوان مصر الآن منذ أسبوع تقول سنستورد من العراق كذا مليون وسنبني مصانع لتكرير النفط في بورسعيد وفي مناطق اخرى وفي مناطق جنوب هذا عندما يصل انبوب النفط العراقي يعني الان راح يباشرون ببناء معامل التكرير عدلتها على فن على على السويس والاسماعيليه وغيرها وهذا وحتى الجنوب على امل ان يكمل خط النفط العراقي الاردني هو بين ثلاثه الى خمسه سنوات وايضا هذه المعامل تكبر قبل تكون ثلاث سنوات أو أربع سنوات مصر تريد تصدر منتجات نفطية. هاي المنتجات النفطية تجلب لها واردات ب قد تصل إلى 200 مليار دولار. زي ليش؟ يعني إحنا مصر إخوتنا وأحبائنا وأتمنى الخير مصر الحبيبة، مصر العروبة ومصر الكل... كل شيء جميل. ولكن يعني احنا نجوع يعني ولدنا بنسيان وعدنا لا تطبيب ولا عدنا مدارس ولا عدنا هذا والله احنا اه يعني اخواننا في العروبه والاسلام يعني من قال يعني البيت الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع ويحرم على بيت الله اذا شيء انت محتاجه ببيتك شباك مسة تنزل بيتك وتحطها ببيت الله حرام بيتك ف ليش؟ هذا قضيه، القضيه الثانيه انه ضمن الاتفاقيه ان العراق يعطي نفط للاردن ناقص 16 دولار. ناقص 16 دولار. والاتفاقيه جديدة ضمن سياقها ان تعطي لمصر نفط ناقص ايضا مبلغ. يعني دي جهة المصريين اخو بدل ما ينقبون عن النفط وهذا دي يجيهم نفط رخيص ويكرروا ويشغلوا لولدهم ومصانع حلوة وهذا وتجيب لهم مئات المليارات من الدولارات حلو لو حلو زين العراق شخش خش شيء اخوان هاي القضيه ما عندنا اي دعم اخوان احنا عندنا 40 مليون متعلم 40 مليون ماهر احنا ما قاعدين بالكونغو برازافيل او بوركينا فاسو ال ال العراق يخرج سنويا ملايين هذول طاقات يشتغلون عمال مهرة عمال هذا يشتغلون أي شيء على ذلك الآن ما أحد النفط يروحوا له معدلات 95 و 96 بدل ما يروح للطب يقول لك والله اشتغل هذا بتعيين يعني الإنسان العراقي قام يدور أي يروح التمريض أو يروح لكذا يقول لك بتعيين لما تجي أنت, انت تخليه عامل ماهر في معامل تكرير بمبلغ كذا يتزوج ويعيش به الشاب يجي الايد. فاخوان لماذا معامل التكرير بدل لماذا لا نبني معامل التكرير؟ لماذا نوقع اتفاقيات نعطي بها ونبقى احنا العراق عايشين ننطيهم طبعا نفط، عايشين على النفطات الباقيه ها صعد البرنت ها نزل البرنت وما ادري شنو والأخوة جاهزين يعني لا ضرب الفساد ولا تقليل رواتب الوزراء البرلمانيين ولا 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 رقص الموظف أوقف الرواتب يعني هذه أخلاقيات دولة هذه أخلاقيات ناس يتعاملون بشرف مع أبنائهم يعني إخوان فقضية أنه الخط بعدين أنت خط الأنبوب العراقي الأردني الأردن رح يجيها نفط ناقص 16، أوكي. شقد تصدر إخوان؟ شقد تصدر؟ هذا من غير اللي ياخذوه الأردنيين والمصريين. شقد تصدر بالعقبة؟ الأردنيين يأخذون على كل برميل 6 دولار. يعني تصدر إخوان تعرفوا شقد رح يدخل الأردن يعني حوالي خمسة مليار، إخوان واردات الأردن مع الجدية ومع هذا مع المساعدات هي 3 مليار. ويا السياحه ويا ما ادري ايش اربعه كلش مليار مساعدات تصير 5 مليار يبنون ميزانيه تم اللي لهم 5 مليار راح الاخوه يستفيدون يا ريت ناس محبين انا والله انا قومي حتى العظم ومع الوحده العربيه ومن الناس الذين يسعى لتحرير فلسطين ولن يطبع مع اسرائيل لو انقلبت السبع على الارض وقائد حمله ضد التطبيع إسرائيل ولكن نحن نعطي اموالنا لناس يحقدون علينا يعني بالحدود تعال انت شو اسمك؟ اه تعال بالكاظم امم يلا هذا بالزبون بمركز آه. ده شنو اللي حاط مثلا تسجيل الوائلي ما فلان شيء آه. انت من يا شنو انت من يا طائفه واهانات ومساوئ وسب وشتم واللي يجي يفجر بينا هاي خطية جاسمية وخاتشية وحمدية تبيع بالخضورات بالحلة يجي واحد أردني يفجر نفسه ويخلي دمها بالسوق وجو النفط ما يروح للأخوة الأردنيين والأخوة الأردنيين يحتفلون بمناسبة ذبح الرافضة ويسوون عزاء عظيم يحضره نصف البرلمان الأردني لهذا الرجل المسخ المجرم الذي فجر نفسه في سوق الحلة يا ريت يحبونا انا لا أصر على الكراهيه لا والله بالعكس يعني ولكن خلونا نتعامل وياهم بالمثل حتى يحترمونا هسا بالحياه العامه يعني هسا الرسول الكريم اللي يقول له الله وانك لعلى خلق عظيم هم كان واحد يعادي هم يعادي من واحد يسيء لو يسب الرسول يدعو عليه بال الويل والثبور ولعاد الرسول عادي لأنه مو خانع ويتقبل الصفعات ويتقبل الإهانات هو إنسان عظيم جليل وبالتالي الإساءة للرسول كانت عظيمة ولذلك كان يعادي من يعاديه ويرد من يسيء إليه ليس كراهية به وهذا عربي ويريد أن يجربه الإسلام وغيرها زين احنا ليش؟ يعني هذول ناس نريد نحسسهم يا انتم مصلحتكم ويانا. كفوا عن الاذى، انتم اخذوا خيارنا، يعني احنا ما قايلين شيء، كفوا عن الاذى. احنا ما رايدين تساعدونا. كفوا عن الاذى، الارهابيين وقفوهم ما شنو سب وشتم ما شنو هاي. وايواء المجرمين وغيرها وهذا والاردن بنت بفلوس العراقيين اخوان يعني والاردن اساسا كانت لا شيء في السبعينات، العراق بناها ب 79 كان يعطيها 450 مليون، بعدين صارت الحرب العراقيه الايرانيه، صار كل وردات العراق من الاردن انتعشت وهذا، بعدين ب 91 انتقل كل العراقيين الى الاردن، نقلوا الاموال راحوا بنوا واشتروا وهذا، نعم الاردن بنت بفلوسنا يعني. حسوا بهذا الشعب المسكين اللي اللي انتم خيركم لحم اكتافكم منه يعني يعني على قول المصريين. ثم الاتفاقيه الاقتصاديه التي يزمر لها ويطبل البعض دول الصفاقه مع الحكومه اللي هم كانوا صفاقه للفلان وصفاقه للفلان وصفاقه للمظاهرات وصفاقه الان للحكومه الحاليه. أه أه تنص وتؤكد على اتفاقيه وقعت قبل فتره انه 371 ماده اردنيه معفيه من الضرائب. 300 71 مادة أردنية معفية من الضرائب أخوان المضحك وهذا قال ليها شخص مسؤول نقابة في الأردن قال نحن في الأردن ننتج ثمانين من هذه التي تصدر للعراق ثمانين من هذه التي تصدر للعراق يعني مية وتسعين 290 مادة تدخل العراق من الأردن ليست أردنية هذا من رجل مسؤول نقابة أردني زميل 290 مادة تصدر للعراق بدون بدون ضريبة طبعا أنا قلتها مرة أمام شخص قال لي إيه فليكن أقلها تروح للأردن العربي المسلم بدل ما تروح للفرس المجوس اخوان هي, هي هاي المعادله يعني ما انطي الفرس المجوس على قولك لا ما انطي لهذا يعني شنو الموضوع هو شنو الموضوع والله ايه ما يخالف المهم يحرم الفرس المجوس من يحرم الفرس المجوس ما راح يساعدون الميليشيات ما راح يسوون كذا احنا راح نعيش هي هاي النظريه يعني هو هذا التفكير الساذج نحطم العراق خاطر ينتهي الفرس المجوس خاطر بيساعدون الميليشيات خاطر احنا نعيش بسلام خاطر كذا تغير الوضع هكذا يعني هاي الروح التدميرية الفوضوية يا إخوان آآ آآ إخوان 290 مادة ستصدرها أو تصدرها الأردن ليست أردنية يعني أما سعودية أو إماراتية أو صينية أو إسرائيلية تغلف ويوضع بها ستامب أردني يعني فلوسنا التسهيلات بدها تروح الى دول اخرى من ضمنها اسرائيل زين هاي الاتفاقيه تخدم العراق هون زي. لدينا احنا عشرة ألاف معمل صغير ومتوسط معطل ليش ولا واحد من رؤساء الوزراء المتخلفين في العراق من 2003 لحد الان لا استثني احدا منهم من القوالين إلى المتحدين إلى المادر إيش إلى هذا كلهم هؤلاء <applause> حلوية الكلام وحلوية هذا لم يحرك واحداً منهم ساكناً في قضية الصناعة شنو قضية الصناعة ما حد يوصلها سوي كل شيء بس لا توصل للصناعة يعني ليش؟ قالوا في البداية بأنه المستفيد هو إيران زي اتضح الآن مو فقط إيران المستفيدة الآن فتحت السعودية فتحت تركيا تركيا ست 20 مليار تصدر العراق 20 مليار على أساس اتفاقية جزء كانت 10 الأرض ما أدري يمكن إيران 20 أو 25 لا أعرف يعني بس هي طبعا الحصة الأكبر لكن اتضح أنه مو بس إيران يعني لو تجمع تركيا والأردن والسعودية والامارات والصين وهذا يطلع حوالي 70% من الوقت. يعني اكثر من المجوس الذي يقولون هي مشكله فقط المجوس اخوان احنا شعرين بايران ايران تشتعل ما تحترق احنا شعرين بايران احترقت او ما احترقت احنا شنو ماذا عسى ما نارهم تاكل حطبهم المهم انت انت انت, انت تشغل صناعتك اخوان والله ما يقبلون الفرس المجوس يشغلون الصناعه اخوان هي قضيه مرتبطه بالفرس المجوس يعني هو انت لما صاحب قرار تجي تقرر ان تحرك المصنع الفلاني شنو الاخوه الفرس المجوس راح يدزوا لك دبابات؟ اي عندهم ميليشيات عندهم كذا عندهم كذا اخوان ترى ليست بهذه البساطه لو توجد اراده سياسيه لو توجد اراده شريفه ثقوا تتحرك هذه الاسئله يعني هاي نظريه نظريه الطائفية والله فلان دوله ما تقبل قد يكون هذه الدوله تساهم انا لا ازكيها طبعا أنا لا أزكيها، حالها حال السعودية وحال الأردن وحال تركيا وحال أمريكا كلهم يبحثون عن مصالحهم، شنو يعني الإيرانيين يبحثون عن مصالحهم، السعودية تعتبر مصالحها وهذا. يعني إذا إذا ليس هنالك جني واحد، هاي نظرية الجني أنا يعني سمعتها من رئيس أحد وزراء الصناعة. يقول كل ما نحرك نحاول نشغل معمل يقولون به جني. يا شنو جني؟ ويطلع لي وزير يقول بي جني، يا انت شلون جني؟ انت عندك مدير وعندك قضاء وعندك حرس وعندك شنو؟ النقله يقول لي يطلعوا لي بالبرلمان خمسين واحد ما يقبلون، زين اطلع بالتلفزيون يا نقلت فلان واحد ها لا هاي قصه انت انت مشاكل يعني انت تخاف على نفسك هو او هم من جماعتك من حزبك يعني. اذا علته فينا يعني. لا نروح نعلقها على كل دول جوار تلعب دور وانت ايضا هم فاسد وكلكم تاخذون اموال سوي كل شيء بس لا لت... لا تسوي صناعة مع منا هاي المعطله ليش أخوان يعني انا ضد الخصخصة وبعدين هاي الورقه البيضاء اللي حكينا عنها شنو هاي الخصخصه غير العلميه اخوان الخصخصه نظام رأسمالي. في انا طبعا أنا رجل انا رجل لا اؤمن بالخصخصه رجل اشتراكي يعني يعني اؤمن بدعم الدولة لان الدولة راعية، الدولة ام. الدولة لديها قدرة مالية كبيرة جدا للانفاق. وبالتالي هي تبني مدارس، هي تبني شوارع، هي تعطي تقاعد وهي تعطي ضمان اجتماعي وتعطي وايضا تدعم بعض الاشياء. يا يعني ست العراق او مصر لو شلت الدعم اللي يسموه الدعم الاشتراكي هل تقدر تعيش مصر ولا تعيش العراق؟ لا. خصوصا مصر مثلا. فيجب في ان يكون هناك دعم لشيء امريكا عندما واجهت الازمات بال جريت ديبريشن بال 1939 1932 1929 شلون تخلصوا من الفكاسات؟ قاموا يعطون فلوس للناس هيك دعم بس اشتروا خاطر الويل يتحرك خاطر الاقتصاد يتحرك خاطر السوق يتحرك السوق الصناعه تشتغل مش العامل راح يشتغل يمشي الويل يتحرك يسموه هم صار دعم ليش الان بامريكا ماكو دعم يعني الدعم الصحي مو بامريكا موجود يعني يعني هذا اوباما كير العنايه مال اوباما مو دعم يعني الضمان الصحي باوروبا وامريكا مو ضمان يعني انت تروح تسوي عمليه ومدري شنو تجيب البطاقه مالتك هاي مو الدوله الساهم زين ايش معنى عندما تساهم الدول العالم الثالث لخدمه الناس ها هذا معناه اشتراكيه ومعناها كذا ومعناها ضد تطبيق الاقتصاد زين انتم تساعدون وقفوا الهيلث كير ووقفوا الأشياء الأخرى وهذا... إخوان، هذه الاتفاقية ليست في صالح العراق